بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه تفرغ لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عن نفسه: إنكم ستجدون أكثر الأحاديث برواية أبي هريرة، وأنا كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إخواني المهاجرين يشتغلون بالضرب بالأسواق، وإخواني الأنصار كانوا يشتغلون في الحرث والبساتين، وأنا ما لي شغلة إلا حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ حديثه. فقد أجاب عما اتهمه به المفترون، وهو رضي الله عنه يقول: كنت حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فقال: من يبسط رداءه حين يسمع الحديث، ثم إذا انتهى الحديث ضفه وضمه إلى صدره، لن ينسى من الحديث شيء. رضي الله عنه. وكان حريص على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عن نفسه على المفترين الذين يتهمونه. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي. من هم الخمسة؟ رواه الخمسة غير الترمذي: الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء أربعة، والخامس الترمذي استثنية. وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. العقيلي رحمه الله قال: هذا حديث لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر سنتين. صيامه يكفر سنتين: السنة الحالية والسنة المستقبلة. فهو رضي الله عنه ورحمه أخذ بالحديث بالقول، ولم يأخذ بهذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول إنه مستنكر يخالف الأحاديث الصحيحة. وهذا الحديث نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة. لما نهى عليه الصلاة والسلام؟ إذا صح الحديث فالمراد النهي نهي التنزيه وليس التحريم، لأن يوم عرفة يوم عيد، ولأن يوم عرفة يوم دعاء وتضرع إلى الله جل وعلا وتفرغ للعبادة. فإذا صام المرء يوم عرفة فإنه يضعف عن التفرغ للدعاء والعبادة، وربما نام وترك الفرصة تفوته. فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن صيامه عليه الصلاة والسلام لهذا السبب. ولما تمارى أناس عند أم المؤمنين رضي الله عند زوجة العباس رضي الله عنه،
زوجة العباس رضي الله عنه تماروا عندها تشاكلوا وتختلفوا هل صام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أم لم يصم، فأرسلت إليه قدحا فيه لبن بعد العصر لترى رأي عين، فشربه صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه لم يصم يوم عرفة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصم يوم عرفة، وحججت مع عمر فلم يصم يوم عرفة، وحججت مع عثمان رضي الله عن الجميع فلم يصم أحد منهم يوم عرفة. ويقول وأنا لا أصوم يوم عرفة، لا، فصيام يوم عرفة يكره. وللعلماء رحمهم الله فيه أقوال، منهم من قال يحرم لقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، والأصل في النهي التحريم. ومنهم من قال يكره كراهية، ومنهم من قال بل يستحب صيام يوم عرفة لأنه يوم فاضل ويكفر السنة الماضية والباقية. فالخلاف موجود بين العلماء رحمهم الله، والأولى للمسلم أن يأخذ بقول الصحابة رضي الله عنهم ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم يثبت عن أحد منهم أنه صام يوم عرفة، فينبغي لنا ألا نصوم يوم عرفة إذا كنا حجاجا بعرفة، لنتفرغ للدعاء ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. نعم. درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة، وفيه مهدي الهجري مجهول، ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه، وقال لا يتابع عليه، يعني ما توبع على هذا الحديث. رواه مهدي الهجري وهو مجهول ولم يتابع عليه، فهذا سبب ضعف هذا الحديث. نعم. قال العقيلي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، ولا يصح عنه النهي عن صيامه. يقول العقيلي رحمه الله: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عرفة بعرفة، لكنه ما ثبت عندي نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة. ما يؤخذ من الحديث: يوم عرفة يوم عظيم، وصيامه أفضل صيام التطوع. أفضل صيام التطوع لمن ليس حاجا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال أحتسب على الله أن يكفر صيام يوم عرفة لغير الحاج سنتين، السنة الحالية والسنة المستقبلة. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، إلا أن الحاج يوم عرفة مشغول بوظائف ذلك اليوم من التلبية والتكبير والذكر والدعاء، تلك الأذكار الخاصة بهذا اليوم، وهي وظائف تفوت ويفوت ثوابها بفوات ذلك اليوم الذي قد لا يتكرر في حياة المسلم. لأنه ينبغي له أن يتقوى على الدعاء والذكر والتلبية، لأن الحاج لا يخلو، إن كان مفطر ويتناوى شيء من الطعام فهو ينشطه، وإذا كان صائم من آخر الليل
ماذا قطعاما فهو قطعا بعد الظهر سيضعف ويعجز، وربما نام إلى العصر، هم ننام بعد العصر إلى المغرب ونموت عليها الوقت، هذا ثمين، الوقت ثمين، ولا ينبغي تفويته بهذا النوم أو الراحة. الراحة مطلوبة للمسلم، لكنه لا ينبغي له أن يفوت هذا الوقت، وإنما يتعب هذا اليوم ويعجل نومه وراحته إلى الليل. نعم. من أجل هذا كره صوم عرفة بعرفة ليكون الحاج قويا مستعدا للقيام بوظائف هذا اليوم العظيم من الذكر والدعاء. عدم استحباب صوم عرفة بعرفة هو مذهب جمهور العلماء، منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ويؤكد هذا الحديث ما جاء في البخاري ومسلم أن أم الفضل أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب وهو يخطب بعرفة. فهي رضي الله عنها وفقها الله لذلك، لما تمارى من حولها قالوا هل الرسول صائم اليوم أو لا، قالت أنا أكشف لكم ذلك، فأرسلت رضي الله عنها بقدح فيه لبن، فإن شربه دل على عدم صيامه، وإن لم يشربه فهو محتمل أنه صائم ومحتمل أنه لا يريده، فعرف المقصود عليه الصلاة والسلام وأزال الشك والشبهة، فتناول اللبن وهو على الراحلة يخطب عليه الصلاة والسلام ويدعو الله ويسأله، وشرب اللبن بعد العصر، هذا دليل على أنه ليس بصائم. وكما قال عبد الله بن عمر: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، وكلهم لا رأيت أحدا منهم صائم، وأنا لا أصوم يوم عرفة بعرفة، رضي الله عنهم جميع. نعم. وقال هذه أم الفضل، أم الفضل هي زوجة بنت الحارث، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت ميمونة بنت الحارث. ميمونة بنت الحارث تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد في آخر حياته، وهي السبب في ذلك لأنها كانت أختها ميمونة عندها، وهي زوجة العباس، فعرض العباس ميمونة أم المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها فتزوجها عليه الصلاة والسلام. أم الفضل بن العباس رضي الله عن الجميع، هو أكبر من عبد الله بن عباس. وقال ابن عمر: حججت مع النبي صلى الله، لا قيل ابن عمر، عمر رضي الله عنه له أولاد كثير، لكن إذا قيل ابن عمر ما ينصرف إلا لعبد الله بن عمر، وإذا قيل ابن عباس كذلك لا ينصرف إلا إلى عبد الله بن عباس، وإذا قيل ابن الزبير لا ينصرف إلا إلى عبد الله بن الزبير، وهكذا اشتهروا بهذه الأسماء رضي الله عنهم، وهم من شباب الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن عمرو كذلك، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقال ابن عمر: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع أبي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان فلم يصمه واحد منهم. وقال شيخ الإسلام: إنه يوم عيد، لما روى الإمام شيخ الإسلام فالمراد به ابن تيمية رحمه الله. إنه يوم عيد، لما روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه الأيام لا ينبغي أن تصام لأنها عيد المسلمين.
ومظهر العيد فيه والاجتماع هو للحجاج أكثر منه لغيرهم، ولا يمنع أن يجتمع بالحكم الواحد عدة حكم وأسرار، فأحكام الله تعالى مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، والحمد لله على نعمه التي لا تحصى. الحمد لله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر. لا صام من صام الأبد يعني صام باستمرار، واصل الصيام. وهذا اللفظ يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون إنشاء. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء كالدعاء والسؤال الله جل وعلا. فهذا يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون إنشاء، مثل رحمه الله فلان رحمه الله، هذا محتمل لأن يكون إنشاء وأن يكون خبر، خبر عن رحمة الله لهذا العبد، وهو إنشاء دعاء له بالمغفرة والرحمة. كذلك هنا: لا صام من صام الأبد يحتمل أنه خبر، يحتمل أنه خبر، يعني لا ليس له صيام، من صام الأبد ليس له صيام، ويحتمل أنه إنشاء يعني كلام لا يحتمل الصدق والكذب، يعني ما صام، يعني ما صام من صام الأبد لا حصل له صيام ولا فطر، لا صام ولا أفطر. فالكلمة تحتمل الإنشاء وتحتمل الخبر، وهي جاءت بلفظ الخبر ومعناها الدعاء والإنشاء كما سيأتينا. متفق عليه. وهذا الحديث ظاهر الصحة، متفق عليه، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في معناه. منهم من قال: يحرم صيام الدهر كله، ومنهم من قال: يكره، ومنهم من قال: يستحب، ومنهم من فصل في هذا وقال: إن شق عليه فيكره، وإن لم يشق عليه فلا بأس. وهذه الأدلة ستأتي، أدلة هذه الأقوال ستأتي في مجال البحث معنا الآن. نعم. مفردات الحديث: لا صام من صام الأبد، جملة إنشائية دعائية جاءت على سبيل الإخبار، فهو دعاء عليه لقصد الزجر عن هذا الصنيع. وقيل إنها جملة خبرية، وأن من صام الدهر فقد ألف نظام الأكل على هيئة الصيام، فلا يحس بألم الجوع والظمأ، فكأنه لم يصم. وكلا الأمرين ليس لائقا بالمسلم، سواء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صام من صام الأبد، أو دعا عليه بأنه لا يصوم من صام مستمرا، كلاهما محظور. نعم. قال ابن العربي شارح الترمذي: إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم،
وإن كان خبرًا فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما ليس بحسن من المسلم. والخبر إذا قلنا مثلا رحمه الله، يجوز لنا أن نقول رحمه الله على أساس أن نخبر أن فلان مرحوم رحمه من قبل الله جل وعلا، ويجوز أن نقول إن هذه الكلمة دعاء له بالمغفرة والرحمة، فهي جاءت على صورة الخبر والمراد بها الدعاء. لا صام، لا صام من صام الأبد، جملة إنشائية دعائية جاءت، يعني دعاء، يعني دعاء ما يحتمل الصدق والكذب، الإنشاء ما يحتمل الصدق والكذب. لو قلت مثلا اللهم اغفر لي نقول لا تكذب، ما يصير. لو قال محمد قدم البارحة نقول يحتمل الصدق والكذب، هذا خبر. قال أنا رحم الله فلان، يقول رحمه إذا كان تقصد الدعاء له بالمغفرة والرحمة فهذا صحيح حسن، لكن تخبرنا عن شيء أن الله رحمه، ما دليلك على هذا؟ هذا يحتمل الصدق والكذب، وهكذا. نعم، جملة إنشائية، جملة إنشائية دعائية جاءت على سبيل الإخبار، فهو دعاء عليه لقصد الزجر عن هذا الصنيع. وقيل إنها جملة خبرية، وأن من صام الدهر فقد ألف نظام الأكل على هيئة الصيام، فلا يحس بألم الجوع والظمأ، فكأنه لم يصم. يعني ما صام من صام الأبد، يحتمل أنه دعاء عليه لأنه ليس له صيام، ويحتمل بأنه خبر أن من صام الأبد فليس بصائم، لأنه تعود أن يكون عشاؤه بعد المغرب وغداؤه قبل الفجر، هذا هو، ما في فرق، لا تعود هذا. ولهذا من حكمة الله جل وعلا أنه ما جعل الصيام يستمر على العبد، لأنه لا استمر عليه، أخذ عليه مثل ما يقولون آخر رمضان ما يشق علينا الصيام فيه لأن تعودنا هذا، لكن أول رمضان فيه مشقة. كذلك من صام يوما وأفطر يوما، اليوم الأول مثلا أول الصيام يشق عليه، لأنه أمس آكل بالنهار واليوم يصوم يشق عليه، وهكذا. فرق بين استمرار على العمل فيه مشقة، الاستمرار على العمل لا مشقة فيه، وكون العمل متقطع يكون ولا يكون، هذا فيه مشقة على العبد. نعم. الأبد بفتح الهمزة والباء، والأبد هو الدهر الطويل الذي ليس بمحدود، وجمعه آباد وأبود. ما يؤخذ من الحديث، اختلف العلماء في معنى قوله لا صام من صام الأبد، فقال بعضهم هذا دعاء على الصائم زجرا له عن مواصلة الصيام المجهدة الشاقة التي تمنع القائم بها عن كثير من أعمال البر والإحسان، وتعجزه عن القيام بالواجبات نحو نفسه ونحو أهله ونحو من يمون ونحو أصحاب الحقوق الواجبة والمستحبة عليه. وقال بعضهم إن معناه الإخبار عن حال هذا الصائم الذي لم يصم حقيقة وإنما صام صورة، ذلك أن الصيام الذي يؤجر عليه صاحبه ما نال صاحبه من ألم الجوع والظمأ وفقد المباحات. أما صائم الدهر فقد ألفت نفسه الصيام واعتادت طبيعته الحرمان، فصار لا يحس بالصيام ولا بما يسببه من الجوع والظمأ، وبهذا فكأنه لم يصم، فالحديث إخبار عن حاله. الحديث إخبار عن حاله، والحديث دعاء عليه، كلاهما.
على كل حال فهو مذموم في كلا الأمرين، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه اختار لنفسه قدرا من العبادة غير القدر الذي اختاره الله ورسوله. فالله جل وعلا شرع لعباده العبادات ما كلفهم بها مشقة ولا أوجد لهم المشقة، الأمر فيه سهل، يصوم ويفطر وينام ويصلي وهكذا. فلما جاء بعض التابعين رحمهم الله تابعون وبعضهم مع الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فعله، لكنه رسول لله ومقرب عند الله ولا يطلب منه الإجهاد في العبادة، لكن نحن نبي نجهد أنفسنا بالعبادة. واحد قال أنا أصوم كل يوم ولا أفطر أبدا في النهار، والثاني قال أنا أقوم أصلي ولا أرقد في الليل، والثالث قال أنا لا أكل اللحم ولا أكل اللذيذ أمنع نفسي منه. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفعلهم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وآكل اللحم وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني لأنه خرج عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اعتدال ولا فيها غلو ولا تجاوز للحد، وإنما اعتدال منسق حسن تطيقه النفوس السليمة وتعجز عنه كثير من النفوس الدنيئة. نعم. قال ابن العربي شارح الترمذي إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبرا فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على كلا الأمرين سواء كان دعاء أو خبر كله صاحبه خسران، عليه الخسارة. فإن قيل إن صيام الدهر فضيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صائم الأيام الثلاثة من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر، قال بعض العلماء الصيام الدهر فضيلة. ولما؟ وش يدرك أنه فضيلة؟ قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وقال ومن صام من الشهر ثلاثة أيام كان كمن صام الدهر. فصيام الدهر فضيلة. نقول لا يا أخي، ما يجوز لك أن تشرع للأمة هذا، هذا ما ورد، وإنما يعني أنه لو كان صيام الدهر جائزا فإن هذا يعدله تخفيف من الله لعباده، ثلاثة أيام من الشهر تعدل صيام الدهر كله، ستة أيام تابعة لرمضان تعدل صيام الدهر كله. والدهر قد يحصل للمرء أن يصومه بعدد أكثر من مرة، إذا صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام كان كصيام الدهر، فهكذا. يعني هو علي له صيام الدهر مكرر ولا إثم عليه في ذلك. نعم. قال ابن القيم هذا التشبيه إنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا، والدليل عليه من نفس الحديث فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما، ومعلوم أن هذا حرام قطعا وغير جائز بالاتفاق، فالتشبيه إنما جاء على تقدير إمكانه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم من صام كذا بصيام الدهر، يعني أنه لو كان صيام الدهر مباح ومستحب
فالمرء يحصل عليه بهذا الفعل الميسر والحمد لله. نعم. الصيام المستحب هو صيام نبي الله تعالى داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى العدو، يعني ما أنهكه الصيام ولا أضعفه عن الجهاد في سبيل الله. معناه أنه يستحب للمرء أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا لم ينهكه الصيام ولم يضره، أما إذا ضره ولم يستطع القيام بشيء من الواجبات عليه فإنه لا يستحب في حقه صيام يوم وفطر يوم. نعم. الصيام المستحب هو صيام نبي الله تعالى داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والمسلم الموفق يراعي الأحوال في عباداته وعاداته، فلا يترك شيئا يطغى على شيء، فإن الانهماك في نوع يحرم صاحبها من أشياء ربما تكون أفضل وأولى مما هو عليه. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل. الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من عباد الصحابة كثير الصيام كثير القيام بالليل رضي الله عنه، وتزوج رضي الله عنه وهو صغير في السن، عمره 12 أو 13 سنة، زوجه أبوه، اختار له فتاة من فتيات قريش فزوجه إياها، فكان يخاف أنه يصلي ويتركه، يصوم النهار ويترك زوجته، فكان يتعهد عمرو بن العاص يتعهد زوجة ابنه، كيف عبد الله عندك؟ قالت: نعم الرجل عبد الله، كل ما جاءها قالت: نعم الرجل نعم الرجل، قال: هذا لي نبي الحمد لله. فلما أكثر عليها قالت: نعم الرجل لم يطالنا فراشا منذ جئناه، ما مر علينا بد، نعم الرجل. قالت: وراه بينكم شيء؟ قال: لا. وقالت: لا ما بيننا شيء، لكنه كان يصوم النهار ولا صام ما يقرب حوله، ويقوم الليل وإذا صلى بالليل ما أقدر أقرب حوله، هذا هو، لا أقدر أقرب حوله لا بالليل ولا بالنهار، يا عابد رضي الله عنه. قال: لا ما يصير كذا. ذهب وابوه واشتكى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، عبد الله عندنا، إني زوجت بنت من بنات قريش من فتياتهم الحسنات الطيبات، وإنه منذ تزوجها ما وطال فراشا واشترى، قال عليه الصلاة والسلام: القني به، يعني لا تله تجيبه وتشتكيه ما أسوأ، لكن القني به، تعال أنت وياه مروا علي ولا يكون لخير إن شاء الله. فذهب به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا عبد الله عندك يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا زوجت أبيه عائشة زوجته بالمعروف. قال: كذا يا عبد الله؟ قال: نعم، ما يسع ويجذب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وده يخفي عبادته رضي الله عنه. قال: نعم هو كذلك، الليل للصلاة والنهار للصيام. قال: لا ما يصير هذا، صم يوما من كل شهر. قال: يا رسول الله زدني فإن في طاقة. قال: يومين من كل شهر. قال: زدني فإن في قوة. قال: ثلاثة أيام من كل شهر. قال: هي قوة. وتدرج معه حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: زدني يا رسول الله أفضل من هذا. قال: لا أفضل من هذا، عليك بصيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى العدو، يعني إذا قاتل في سبيل الله كان قوي، تعود على هذا الفعل رضي الله عنه، وكان قوي معافى. قال: زدني. قال: لا ما في أفضل من هذا، فقصره على هذا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، ولك على نفسك حقا،
ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ما يسوق لك أن تصوم النهار كله وكل الأيام وتقوم كل الليل، معناه زوجتك ما لها نصيب منك. فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي كل ذي حق حقا رضي الله عنه. وكان عابد رضي الله عنه، هو عبد الله بن الزبير كانوا من العباد رضي الله عنهم يتنافسون في العبادة. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يواصل 7 أيام صيام، 7 أيام ما يأكل بينها ولا يفطر، يواصل الصيام رضي الله عنه. فإذا أفطر اليوم 7 شرب شيئا من الصبر والزيت، خلطها جميعا وقدمها قبل فطوره حتى إنها تفلفل الأمعاء يدخل معها الطعام والأمل تصقه قاضية رضي الله عنه. نعم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام ولا أفضل من ذلك. قال ذلك صلى الله عليه وسلم إرشادا للأمة إلى مصالحهم وقصرا لهم على ما يطيقون الدوام عليه، فإن أحب العمل إلى الله أدومه. وفيه نهي لهم عن التعمق والتنطع في العبادات، فقد قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كتب على أهل الكتاب الرهبانية، لا، وقال لنا لا رهبانية في الإسلام، وهو التبتل في العبادة. ما ينبغي للإنسان أن يتبتل في العبادة، لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله، ويجب عليه أن يقوم بحق الزوجة، ويجب عليه أن يقوم بحق الأولاد، ويجب عليه أن يقوم بحق الوالدين، ويجب عليه أن يقوم بحق الجيران، ويحق كل ذي حق يعطيه حقه. ما ينصاع إلى عمل من العبادات وحده ولا ويترك ما سواه، بل عليه أن يقسم وقته بين الجميع حتى يستفيد منه كل واحد. بخلاف أهل الكتاب فاتخذوا الرهبانية أو فرضوها على أنفسهم ولم يكتبها الله عليهم، وإنما شرعوها لأنفسهم، وآخر الأمر عجزوا عنها. وفيه نهي لهم عن التعمق والتنطع في العبادات، فقد قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. قال الشيخ: فإن من حق النفس اللطف بها، يعني ألطف النفس مطيتك والبدن مطيتك، هو اللي يوصلك إلى الدار الآخرة والعمل الصالح، فإن رغبت بها وصلك وإلا انقطع وتعب وتوقف. واشترط العلماء في فضيلة صوم يوم وفطر يوم ألا يضعفه الصيام عما هو أفضل منه واجبا أو سنة. قد يكون المرء في حال النشاط والقوة يستطيع أن يصوم يوم ويفطر يوم ولا يضره، لكن إذا كبر وعجز لا يستطيع. فالأولى للإنسان أن ينظر في نفسه، إن كان قادر ويرى أن صيامه واجتهاده لا يضيره ولا يفوت عليه حق فليستمر عليه، وأما إذا عجز ويرى أن الصيام ما يستطيع أن يصوم كل يوم يوم ويفطر يوم، فعليه أن يقتصر على 3 أيام في الشهر، فإن لم يستطع فيوم في الشهر، وهكذا. الإنسان يعالج نفسه مثل ما يعالج الطفل الرضيع، لا تكثر عليه الطعام يضره ولا تمنعه من الطعام فيتضرر. فائدة. قال أصحابنا: ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعائر الجاهلية. يعني رجب ما يميز بصوم،
وإنما هو يصوم في مثل ما يصوم في غيره، ما يجوز له أن يزيد في رجب الصيام، لأن رجب وضع فيه الجاهلية وضع فيه المغرضون أحاديث ليست بصحيحة. قال الشيخ: كل حديث يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قال قال الشيخ، فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كل حديث فيه فضل صيام رجب أو القيام في رجب أو السهر في الليل في رجب، كل هذا حديثه ليس بصحيح. هذا صوم الدهر، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، الوجه الثاني في شرح ألفاظه، الوجه الثالث الحديث دليل على النهي. الحديث دليل على النهي. الحديث دليل على النهي عن صيام الدهر، والمراد به سرد الصوم متتابعا في جميع الأيام باستثناء الأيام التي نهي عن صيامها، وهي العيدان والتشريق. وقد حمله جماعة على التحريم، منهم ابن حزم فقال: يحرم صوم الدهر، كما استدلوا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. ومعناه أنه يدخل جهنم فتضيق عليه لتشديده على نفسه ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها. وهذا وعيد شديد يدل على أن صيام الدهر حرام. وقيل إنه لا يدخل جهنم بل تضيق عليه من أجل صومه، لأن الصيام جنة. والقول الثاني جواز صيام الدهر، وهذا قول ابن المنذر وطائفة. الأول يحرم صيام الدهر، القول الثاني جواز ذلك. نعم. وهذا قول ابن المنذر وطائفة، واستدلوا بما روي أن جماعة من الصحابة والتابعين سردوا الصوم، منهم عائشة وأبو طلحة وعبد الله بن عمر وأبو أمامة وامرأته وغيرهم رضي الله عنهم، وتأولوا أحاديث النهي عن صيام الدهر بأن المراد من صامه مع الأيام المنهي عنها من العيدين وأيام التشريق. والقول الثالث أنه يستحب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا، وعزاه ابن حجر إلى الجمهور. واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي مضى، فإن في بعض ألفاظه عند مسلم أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم، يعني أصوم كل الأيام ويسافر رضي الله عنه. نعم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى حمزة بن عمرو عن سرد الصوم، ولو كان غير جائز لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كما استدلوا بحديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. قالوا: فدل على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به، وأنه أمر مطلوب. والأظهر والله أعلم كراهة صوم الدهر، وهذا أقل ما يقال فيه، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية لما يلي: أن صيام الدهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم،
حيث اختار لنفسه من قدر العبادة غير القدر الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصوم ويفطر، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وقال لعبد الله بن عمرو: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فدل على أن صيام الدهر ليس هو أفضل الصيام، أن قوله لا صام من صام الأبد فيه تغليظ وإخبار يمنع من صيام الدهر، لأنه إما دعاء وإما إخبار. قال ابن العربي: قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل كما تقدم، فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن المنع من صيام الدهر يتفق مع منهج الإسلام في ضرورة الاعتدال بين حق الله تعالى وحظ النفس، كما يتفق مع منهجه العام في التيسير على المكلفين والرفق بهم. ولهذا قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه، أبي الدرداء صديقه، زار سلمان الفارسي رضي الله عنه أبي الدرداء رضي الله عنه وقدم له الطعام، أبو الدرداء قدم الطعام لسلمان فقال: كل. قال سلمان، قال أبو الدرداء: أنا صائم، كل أنت، هذا الطعام لك وأنا صائم. قال: ما أبد، أنا ما أكل حتى تأكل معي، شلون تصوم وأنا عندك ضيف وأنا أتقدم لي طعام وأنت ما تأكل معي؟ ما أنا بأكل، خلاص خذوه. قال: ولي ما؟ قال: ما أكل إلا تأكل معي. فأكل معه رضي الله عنه وأفطر. فلما صار في الليل قال: هل من نصلي؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، قال سلمان: لا، رحنا من عند أهلك وتعال بعدين. جاء مرة ثانية قال: هل من نصلي؟ قال: لا، تونا ما نقوم إلا تال الليل. يوم صار تال الليل قال: قم الآن. وصلوا. ثم لما صلى قال له سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وبرواية ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، لا تبخسهم. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، أبو الدرداء يشتكي سلمان، قال: أني أصوم. قال: لا أصوم، وأني أقوم الليل. قال: لا تقوم، رحنم. قال: صدق سلمان، صدق سلمان، صدق ألف سلمان رضي الله عنهم أجمعين. فالرسول عليه الصلاة والسلام صوب سلمان في أمره لأبي الدرداء رضي الله عنه بالرفق بحاله، وكان صديقا له وصاحبا له وأخ له في الإسلام. وإلا هذا سلمان الفارسي وهذا أبو الدرداء غير. نعم. ولهذا قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فذكر أبو الدرداء ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق سلمان، صدق سلمان رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وأما ما ورد عن بعض السلف أنهم صاموا الدهر
فهذا اجتهاد منهم، نرجو ألا يحرموا أجر اجتهادهم إن شاء الله. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو ذلك، وقد يكون بعضهم لم تبلغه الأحاديث، والله أعلم. وأما الاستدلال، والمؤلف رحمه الله نقل عن بعضهم أنه يصوم الدهر كله، وهذا إن شاء الله أنه ما يضيع عليهم عند الله جل وعلا، لكنه خلاف السنة، وعلينا بالأخذ بالسنة، ما علينا بالأخذ باجتهاد زيد وعبيد، لا، نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمشرع، ما قام ليلة كلها سوى لوالي العشر من رمضان رضي الله عليه الصلاة والسلام، كان يصلي بعض الليل ويرقد بعض الليل ويصوم بعض النهار الأيام ويفطر بعض الأيام عليه الصلاة والسلام. فالدين يسر ولا تنطع ولا تشديد فيه. نعم. وأما الاستدلال بحديث حمزة ابن عمرو وأنه كان يسرد الصيام، فأجيب عنه بوجهين: أن سؤال حمزة ابن عمرو إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، أنه لا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر، فقد تقدم قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كل هذا ما يدل على استحباب صيام الدهر، لا قول عمرو بن عنبسة ولا قول عائشة رضي الله عنها، كله ما يدل، لأنه في صيام عمرو يقول إنه يحب الصيام في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ما يشق عليك فلا بأس. وعائشة رضي الله عنها تقوم وتصلي في الليل وتصوم النهار لأنه لا يشق عليها، وهي قوية ونشيطة، فلما ضعفت عجزت رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وأما حديث صيام الست من شوال فلا دليل فيه على استحباب صيام الدهر، لأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير صيام 360 يوما. ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام هذا العدد لدخول العيدين وأيام التشريق فيها، والله تعالى أعلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: أنا أتيت مكة معتمرة وزوجي غير معتمر، فاستمتع بي ولم يولج ونزل مني المذي، فماذا علي؟ وهل عمرتي باطلة؟ لا، عمرتك صحيحة إن شاء الله وليست باطلة، بل المذي لا يفطر الصائم على الصحيح إن شاء الله. المذي وتحرك الشهوة لا يفطر الصائم، وإنما الذي يفطر الصائم المني، إنزال المني أو الجماع العلاج، هذا الذي يفطر الصائم. سائلة تقول: أنا معتمرة وقبل الطواف غيرت ملابسي ووضعت عليها شيء من العطر، فماذا علي؟ تغيير الملابس لا شيء فيه على المعتمر والمحرم، لا بأس أن يغير الملابس، لا يضيره، المرأة تلبس ما شاءت وتغير ما شاءت، لكن الطيب ما يجوز للمحرم أن يمس طيبا حال إحرامه إلا جهلا أو نسيانا، فهذه تعذر بالجهل أو النسيان. يقول السائل: شخص من سكان مكة أخذ العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة ثم رجع، هل يكون متمتعا أم العمرة مستقلة رجع بدون الإحرام؟ هذا الذي ذهب إلى العمرة في المدينة
لا يسوق له أن يرجع بدون إحرام إذا لم يكن من سكان مكة، أما إذا كان ساكن في مكة فله أن يرجع بدون إحرام. والعمرة إذا اقترنت بالحج، كانت العمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، فتعتبر في أشهر الحج، ويكون من حج هذه السنة يكون متمتعا، وعليه هدي التمتع إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أما إن كان من أهل مكة فلا شيء عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.